الغرس القيم يمر بمراحل. أنت كنت تقول لي إن في الميمات الثلاث. نعم. ما هي الميمات الثلاث؟ الميمات الثلاث الله يبارك فيك اللي إحنا نتكلم عنها اليوم هي تتعلق بالسن، قلنا ها مبكرة، مبكرة ومتوسطة، متوسط ومتأخرة، حتى يسهل على السامع والمشاهد الطفولة الكريم والمشاهد الطفولة الكريم. ها تقصد الطفولة؟ في مرحلة الطفولة نتذكر الميمات الثلاث الأولى في الطفولة. مبكرة، مبكرة، متوسطة، متأخرة. وعطينا السن قلنا من 0 إلى 6، من 6 إلى 9، ومن 9 إلى 12 سنة. نعم. إذا استحضرنا هذا تماما في أذهاننا، زين، نأتي إلى مكون أساسي جدا ومهم جدا بعد هذا يجب أن نصحبه معنا عندما نريد أن نغرس القيم. نعم. ألا وهي مكونات هذه القيم. أستاذ مكونات أدور. القيم، مكونات القيم. كل قيمة من القيم عندنا لها مكونات محددة، زين. نعم. من الحكمة أنك تعرف هذه المكونات. طيب جميل، تماماً. هذه تفضل نطلع عليها معك. أي هذه المكونات الثلاثة أساسية جداً وتريح حقيقة المربي عندما يستحضر هذه المكونات الثلاثة. نعم. أول مكون، وهذا أمر طبيعي والإنسان لما يفكر فيه بطريقة سهلة وبسيطة فعلاً هو أساسي، هو الجانب المعرفي والجانب ماذا؟ والجانب أيضاً الفعلي، تمام؟ ويشمل الإدراك. يشمل الإدراك أنك تدرك وتعرف المعارف والعلوم، يكون عنده يعني تغطي جوانب المعرفية وجوانب العلمية والمهارية المتعلقة بهذه القيمة، تماما. البعض أيضا وضع تقسيمة بسيطة متفرعة من المكون المعرفي والمكون الفعلي فيما يتعلق بالتمييز والتكامل وأيضا موضوع العمومية في كمراحل للمكون الأول. أما المكون الآخر فهو المكون النفسي والوجداني. عندما أتحدث عن الوجدان أتحدث عن ماذا؟ عن ميل، عن ارتباط، تماما، عن استجابة معينة انفعالية. طيب حلو. المكون الثالث والأخير لأي قيمة من القيم هي المكون السلوكي، وهو السلوكي. ما يصدر عن الفرد تماما من سلوكيات. جميل. قلنا قبل قليل جميل. أن السلوك كل تصرف قولي أو تصرف فعلي. جميل. يعتبر سلوك في نهاية الأمر. وقلنا أيضا أن القيمة هي محركات لهذه السلوك. أي سلوك إيجابي 100% خلفه قيمة إيجابية. إذن الذي يبعث لي هذا السلوك. نعم. الإيجابي قيمة إيجابية. بالضبط. السلوك السلبي وراء قيمة بالضبط. سلبية. فإذا أردت لا تنفعل مع السلوك بقدر أنك يجب أن تعالج ماذا؟ أن تعالج ال 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 خليني أقول القيمة الموجودة. وذكرنا قبل قليل على الخصائص العمرية. نعم. تذكر قبل قليل. نعم. لأن نعرج إذا تسمح لي قبل أن ندخل في الغرس. فنقول لأن الخصائص العمرية. نعم. كما ذكرها أهل الاختصاص وخصوصا مرحلة وننتبه لها وهذه مهمة خصوصا في مرحلة الطفولة الميمة الثانية والثالثة. المتوسطة والمتأخرة. زين اللي هي من 6 سنوات إلى قلنا إلى 12 سنة. هناك خصائص كثيرة يجب أيضا على المربي والمربية أن ترعى الانتباه وأن تنتبه لها، مثل الخصائص الفسيولوجية، مثل الخصائص الاجتماعية، مثل الخصائص العقلية، تماما، الإدراك، الابتكار، الإبداع، الفهم، اليقظة الذهنية. لذلك الذي عمره 3 سنوات مو زي اللي عمره 10 سنين، صح؟ يعني معروف مثلا من أذكر من الأشياء التي لربما ذكرت في أمور التربية أن الطفل يسجل كل ما يسمعه قبل سن 9 سنوات أو 10 سنوات. بعد 10 سنوات تجد يملي ما قيل له وما تعلمه لربما من الوالدين أو من المجتمع. يبدأ يطلع بالضبط. من المجتمع، من المدرسة، من الشارع، تجد أنه يعيد ويطلع كل ما تعلم سواء عبارات إيجابية أو عبارات لربما سلبية. تماما. وهذا طبعا كمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك النمو اللغوي طبعا، والنمو الانفعالي، والنمو الحركي، كل هذه المفردات والمعطيات التي ذكرناها سيد أنور والمشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة مهم جدا أن نستحضرها أثناء غرس القيمة. Thank you.